مش شايفيني، مش شايفين لوني، تمام. فهاخد الشيد ده، ده درجته 128، ده مصممين ان ده افتح درجه بيبعتوها لي، فهنمشي امورنا ونستخدمه. الفاونديشن ده من احلى واروع انواع الفاونديشن اللي لمست بشرتي على الاطلاق، واكتشافي كان هم لما بعتوا لي اكتشفته، يعني ما كنتش اعرفه اصلا. يلا بقى نستخدمه، احط شويه كده على ايدي، مش بحب اعمل من البتاعه كده، بتبهدل الدنيا ساعات. الفاونديشن ده سعره حلو قوي، يعني في حدود 160 جنيه وبيقعد معاكي شويه حلوين. هستخدمه ببراش عشان التغطيه بتاعته تكون اعلى، لانك لو استخدمتيه بالبيوتي بلندر هتشرب لك كل الدنيا. بنات كتير سالوني برضو الفاونديشن ده بيأكسد ولا لا. اه بيأكسد حاجه بسيطه، مش اوفر اكسده يعني، بس انا الايفكت بتاعه على البشره بيعجبني وهم. وكنت بقول لكم ان يقارنوا بحاجه غاليه بالبنات كلهم قالوا لي اصلا في التعليقات، قالوا لي هتقارنيه بديور باك ستيج صح؟ قريب متابعيني حبايبي، قريب حاول انقذ الحجاب شويه. دايما وانت بتحطي الفاونديشن خدي حبه صغيرين حطيهم، وبعدين رجعي على الاماكن اللي محتاجه بس تغطيه زودي فيها الفاونديشن، يعني ما تروحيش بكميه كبيره وبعدين تقومي رايحه ما تعرفيش توزعيه او يكلكع معاكي، لا خدي حبه حبه استعجلي عليه. هنا عندي كام حبايه، مش هم طالعين لي، لا هي حاجات انا اللي بحاول اطلعها من وشي، فانا اللي بجيب لنفسي الحبوب. بس انا بشرتي اليومين دول الحمد لله، الحمد لله يا رب، يدي النيله السوحه الحمد لله حلوه. اوكي حطيت الفاونديشن، وده بقى لو كترتي منه او قللتي هو مش بيبان شكله وحش ابدا ابدا على البشره، يعني حبيبك ده تحبيه. شايفين شكله كل ده بالبراش بس استخدمته. دلوقتي هروح بالبيوتي بلندر واطبطب كده حبه صغيرين. على فكرة بالنسبة لثبات الفاونديشن ده مع الحر ثباته برضو حلو جدا.